أنا ومرحبا بكم في قناة تجربة 82. يا أخي الحمد الأمين يظهر منافق. إذا أنت وضعت في وسط حامض يتصرف تصرف قاعدة، وإذا وضعت في وسط قاعدة يتصرف تصرف حمض، هذا نفاق. عندنا 20 حمض أميني موجودة في العالم الحي، 20 حمض أميني دايرين فينا حالة يا أخوي. 20 حمض أميني كوننا كل البروتينات التي تعرفها في العالم الحي أو التي لا نعرفها. كل البروتينات، سواء كانت بروتينات البناء اللي هي تبني الخلايا أو تبني الأجسام تاعنا مثلا، أو سواء كانت البروتينات التنظيمية كالهرمونات مثلا هرمون السكر أو هرمون الأنسولين الذي ينظم نسبة السكر في الدم، أو البروتينات الأنزيمية اللي هي تنظم لنا أو التي تتدخل في تفاعلات الكيميائية على مستوى الخلية. الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية هي صيغة كيميائية مميزة جدا. الصيغة الكيميائية للحمض الأميني هي H2N CH جذر الجانبي R وCOOH. ماذا سوف نلاحظ في هذه الصيغة الكيميائية؟ راح نلاحظ مجموعتين كيميائيتين، مجموعة الأمين اللي هي H2N وكذلك مجموعة الكربوكسيل اللي هي COOH. يعني الأحماض الأمينية كلها تحتوي على مجموعتين كيميائيتين أساسيتين، هي مجموعة الأمين ومجموعة الكربوكسيل. طبعا أنتم درستوا الأحماض الأمينية اللي هي أنواع، عندنا أحماض أمينية حامضية، كذلك أحماض أمينية قاعدية، وعندنا أحماض أمينية متعادلة. تم هذا التصنيف على أساس المجموعات الكيميائية التي نجدها في الجذر الجانبي R. تتميز الأحماض الأمينية بهذه الخاصية المميزة اللي هي خاصية الأنفوترية أو الخاصية الحمقلية. ما هي الخاصية الحمقلية؟ هي أن الحمض الأميني يتصرف تصرف حمض في الوسط القاعدي فيفقد بروتون H، ويتصرف تصرف قاعدة في الوسط الحامضي فيكتسب بروتون H. يعني سلوكين مختلفين، بمجرد ما يتغير pH الوسط يتغير سلوك الحمض الأميني. لماذا؟ علاش يتغير سلوك الحمض الأميني بحيث أنه يتصرف بهذه أو بهذه السلوكات في الأوساط القاعدية والأوساط الحامضية؟ في هذا الفيديو راح نتعرفوا لماذا الحمض الأميني يتصرف تصرف حمض في الوسط القاعدي وتصرف تصرف قاعدة في الوسط الحامضي. لذلك سوف نختار حمض أميني هكذا بسيط، حمض أميني حويذق نقول احنا بالدرجة تاعنا، هو حمض الأميني ألانين. حمض الأميني ألانين الصيغة الكيميائية تاعها بسيطة H2N CH CH3COOH. طبعا هذا الحمض الأميني سوف نخضعه للهجرة الكهربائية كما عندكم في الكتاب المدرسي. الهجرة الكهربائية تستخدم في فصل المكونات اعتمادا على شحنة المركبات أو اعتمادا على شحنة العناصر التي تدخل في المركب. مثلا أنت عندك مركب وأردت أن تعرف مكوناته، يجب أن تفصل عناصره. من بين التقنيات المستخدمة هي الهجرة الكهربائية التي تعتمد على فصل هذه المكونات اعتماد على الشحنة الكهربائية. إذن هذا الحمض الأميني سوف نضعه في ثلاثة أوساط ذات pH مختلف. سوف نضعه في pH 2 اللي هو وسط حامضي، ثم نضعه في وسط pH 12 وسط قاعدي، ثم نضعه في وسط pH 6 يعني وسط متعادل. نبدأ خطوة بخطوة حتى نفهم جيدا هذه الخاصية. عندما نضع الحمض الأميني ألانين في pH يساوي 2 اللي هو pH الحامضي، نلاحظ أن هذا الحمض الأميني هجر إلى القطب السالب، هجر إلى القطب السالب. يعني أن هذا الحمض الألانين هجر إلى القطب السالب. لماذا؟ لأنه بكل بساطة شحنته موجبة، يعني أصبحت شحنته موجبة فهجر نحو القطب السالب. لماذا أصبحت شحنته موجبة؟ يعني أنه اكتسب بروتون فأصبح شحنته موجبة. الحمض الأميني في هذه الحالة سلك سلوك قاعدة، اكتسب بروتون يعني تصرف بتصرف القاعدة. من خلال الصيغة الكيميائية يمكن أن نفهم ذلك. عندنا هنا الحمض الأميني ألانين اللي هو H2CH CH3COOH. ماذا حدث له في هذا الوسط الحامضي pH يساوي 2؟ حدث له عملية تأين، عملية تفاعل. الآن هذا الحمض الأميني أو هذا الوسط عفوا هو غني بالبروتون H، ونحن نعرف جيدا عندما يكون الوسط غني بالبروتون H المجموعة الكيميائية التي سوف تتأين في الحمض الأميني ألانين هي مجموعة الأمين. وإحنا قلنا سابقا أن القاعدة أو أن سلوك القاعدة ما هو؟ هو اكتساب بروتون. عندما يتصرف الحمض الأميني بتصرف قاعدة، المجموعة التي سوف تتأين وتتفاعل هي مجموعة الأمين. كيف تصبح هذه الصيغة الكيميائية؟ عندك H2N CH CH3COH زائد البروتون اللي هو غزير ومتوفر بكثرة في هذا الوسط، سوف نتحصل على H3N. يعني مجموعة الأمين سوف تتأين وتكتسب بروتون من الوسط الذي يوجد في هذا الحمض الأميني، فتصبح صيغته H3N CH CH3COOH بهذه الصيغة. يعني هنا الحمض الأميني ألانين اكتسب بروتون فأصبحت شحنته موجبة فهجر نحو القطب السالب في تجربة الهجرة الكهربائية. في الوسط الثاني اللي هو pH يساوي 12 يعني وسط قاعدة، نلاحظ أن هذا الحمض الأميني ألانين هجر نحو القطب الموجب.
ماذا نفهم من ذلك؟ أن شحنة الحمض الأميني ألانين هي شحنة سالبة. إذن الحمض الأميني ألانين في هذا الوسط القاعدي تصرف تصرف حمض. وش معناها تصرف تصرف حمض؟ يعني أنه فقد بروتون H. الحمض القاعد أو الوسط القاعدي غني بالهيدروكسيد OH ناقص، يعني يكون غني بالهيدروكسيد OH ناقص. المجموعة الكيميائية التي تأينت في الحمض الأميني ألانين في هذه الحالة ما هي؟ هي مجموعة الكربوكسيل. إذا لاحظوا معي جيد، في الوسط الحامضي تتأين مجموعة الأمين، في الوسط القاعدي تتأين مجموعة الكربوكسيل. إذا ماذا يحدث هنا؟ الصيغة الكيميائية للحمض الأميني ألانين هي H2N CH CH3 COOH. في وجود الهيدروكسيد OH ناقص ماذا يحدث؟ سوف تتأين مجموعة الكربوكسيل فتصبح الصيغة كما يلي: H2N CH CH3 COO ناقص. ماذا يحدث لمجموعة الكربوكسيل؟ تفقد بروتون H. عندما تفقد بروتون H، بروتون H هذاك يذهب إلى الهيدروكسيد ويشكل لنا جزيئات ماء. هذا علاش يفقد. في وجود الهيدروكسيد منطقيا سوف تشكل جزيئات ماء. لماذا؟ لأن سوف تنتق أو سوف يفقد مجموعة الكربوكسيل الهيدروجين، يتحد مع الهيدروكسيد ويشكل لنا جزيئات ماء، فتصبح صيغته الكيميائية COO ناقص. هنا تصبح شحنة هذا الحمض الأميني سالبة، فيهجر الحمض الأميني ألاني في وسط pH 12 أو الوسط القاعدي إلى القطب الموجب. لاحظوا معي جيدا كيف أن هذه الصيغة الكيميائية الخاصة بالحمض الأميني فيها مجموعتين كيميائيتين تتفاعلان كلاهما في أوساط pH مختلفة، سواء كان pH حامض أو pH قاعدي. نروح إلى الخطوة الأخيرة. عندما نضع هذا الحمض الألانين في وسط pH يساوي 6، ماذا يحدث؟ الحمض الأميني ألانين يصبح أو يتوقف في وسط ورقة الترشيح، لا يهجر إلى القطب الموجب ولا يهجر إلى القطب السالب. يعني أن شحنته ما بها؟ شحنته معدومة، لا هي سالبة ولا هي موجبة. في هذه الحالة نقول أن الحمض الأميني أنه متعادل كهربائي. ما معنى كلمة متعادل كهربائي؟ أن مجموع الشحنات الموجبة يساوي مجموع الشحنات السالبة، يعني الفرق ما بيناتهم يساوي صفر. هنا تعادل كهربائي يحدث لنا، عملية تعادل أو يحدث لنا ظاهرة التعادل الكهربائي. الصيغة الكيميائية في هذه الحالة، أنت عندك الحمض الأميني في هذه الحالة هو متعادل كهربائي. كيف تكون صيغة الكيميائية للألانين؟ صيغته الكيميائية تكون كالآتي: H3N plus يعني اكتسب بروتون، CH CH3 COO ناقص، في نفس الوقت أيضا فقد بروتون، يعني فقد بروتون من ناحية المجموعة الكربوكسيلية واكتسبه من ناحية مجموعة الأمين، فتصبح C ناقص CO ناقص، لكن مجموعة الأمينية تصبح H3N زائد، يعني فقد واكتسب. إذن هنا تصبح محصلة الشحنات تساوي صفر، ناقص واحد زائد واحد، فيتوقف هذا الحمض الأميني، لا ينتقل إلى القطب الموجب ولا ينتقل إلى القطب السالب، فنقول أنه متعادل كهربائيا. لاحظوا معي جيدا أن لكل حمض أميني نقطة تعادل كهربائي، مش كما الحماض الأمينية، الحماض الأمينية المتعادلة كلها تكون في الوسط. يعني حمض أميني ألاني pH يساوي 6، معناها نقطة تعادل كهربائي اللي هي pH E كما درستها في القسم تساوي 6 في الحالة هذه. كل حمض أميني عنده نقطة تعادل كهربائي مختلفة، لأن عندنا أحماض أمينية حامضية، وعندنا أحماض أمينية قاعدية، وعندنا أحماض أمينية متعادلة. السبب الأساسي لهذه الخاصية الحمقلية أو الأنفوترية هو احتواء الحمض الأميني على مجموعتين كيميائيتين، مجموعة الأمين من ناحية ومجموعة الكربوكسيل أيضا من ناحية. يمكن نشبه ذلك باللاعب الجزائري زين الدين زيدان، يعني يلعب رجله اليمين ويلعب رجله اليسار.